ايه يا اسطى، ايه يا اسطى، انت مش شايفني؟ برضه معايا هتعدل. ادخل يا معلم. كمل. ايه يا اسطى، في حد خبطني. انت بتعمل ايه يا معلم؟ يا اسطى عربيتي طلعت من العربيه اللي جنبي. ايه يا معلم، في ايه؟ في ايه؟ كمل. انت مال الحماسه خدتك؟ يلا. ايه ده، انا خبطت هنا ليه؟ هنركن هنا بقى، ومعايا حته عربيه، ده انت هتتفاجئ بيها. وريني بقى العربيه اللي عندك، تعالى يا معلم. هتتصدم. وما علينا بالكلام اللي حصل من شويه ده، انا اشتريت العربيه الضاف دي يا جماعه. ليه اشتريت الضاف دي بالتحديد؟ علشان الضاف دي هنقدر نعمل فيها كميه تعديلات مش طبيعيه. خلينا اول حاجه نبدا كده بظهر الضاف. زي ما انتم شايفين، انا بصراحه بفكر ان انا اسيبها على الكاوشات دي زي ما هي. زي ما انتم شايفين طبعا ليها كذا اكس كده بتاع، بس انا بصراحه علشان الشياكه والتعديل بقى الفخم اللي انتم بتحبوه، انا بصراحه بفكر اسيبها على ده. ايه ده، هو ايه الفرق بين الاثنين؟ تانك وبفيها تانك زياده. طب ممتاز جدا، انا هاخد مثلا الشكل ده ونبدا نديلها ال 10000 حصان. انا الصراحه بحبه، ومعايا يا جماعه ماكس تيربو، يعني بص الشاحنه هتبقى صاروخيه. وكالعاده هديلها 6 سرعات، بس انا مش عايز اكتر من 6 سرعات. ونيجي للكابينه بتاعتها. زي ما انتم شايفين الكابينه بتاعتها، ادي الستايل الاول وادي الستايل الثاني. انا بصراحه اختار الستايل الثاني ده لان في مكان للجي بي اس، وصراحه كده انا بحب ان هو يكون غامق كده. حتى هنا برضو المكان هنا فاضي، لكن الستايل الثاني بصوا فيه شاشه جي بي اس وفي دنيا وبتاع. فده الكابينه بتاعتها. انا هبدا اختار لها ليفر كده محترم. زي ما انتم شايفين دي كلها ليفرات اهو، شايفين يعني بيدي لك شكل كده للعربيه، بيخلي الشكل خرافه جدا. في شكل اتمنى ان انا الاقيه، ويا سلام لو لقيته، بصوا هيبقى اسطوري معايا، اللي هو الشكل ده يا جماعه. اوف، الشكل ده يا جماعه بيبقى خطير جدا. واحد فيكم ممكن يقول لي يا عم ميدو، على فكره الشكل يعني مش واو، يعني اقول لك ايه، تقل تاخد حاجه نظيفه؟ ده احنا لسه اصلا ما عدلناش الضاف. اول حاجه هندخل هنا كده نبدا نحط لها البتاع اللي تحت دي. انا بصراحه ما اعرفش اسمها ايه، فاللي عارف اسمها يا ريت يكتبها لي. هنبدا نحط لها نفس الستايل ده، وهنيجي في الجناب برده هنبدا برده نحط لها نفس الستايل ده. بس خلينا بس نحط لها، ايوه الستايل ده، شفتوا كده الدنيا بدات تبان معانا. نيجي من ورا نبدا نحط لها الشكمانات دي، او دي مش فارقه، لا خلينا في دي كده شكلها حلو. طب ايه اللي فوق دي؟ لا 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 لا، خلينا في دي. انا بصراحه بحب المواسير اللي بتبقى شكلها مستقيم كده وابن ناس. بفكر برده ان انا اغير راس الشاحنه بحيث ان احنا نعمل لها كده حاجه فوق زي دي، بس بصراحه كده انا هبوخ شكل الشاحنه شويه. فممكن مثلا ممكن اكتفي بالحته دي بحيث ان هي تبقى صدادة الهواء احسن من السطح العادي. وانا اقول لك على حاجه، خلينا نخلي الشاحنه بتاعتنا تبقى واطيه كده شويه، ما تبقاش عاليه، لان انتوا عارفين من كتر العربيات العاليه اللي هبدا اسوقها ممكن ابدا ازهق من العربيات العاليه كلها. فخلينا نحط شويه واطي وشويه عالي. نيجي بعد كده للكاوتشات. هنخلي الكاوتشات بتاعتها على اخر حاجه علشان تبقى مثلا كاوتشات نظيفه. وهراعي كمان ان انا اخلي الكاوتش لونه ماشي مع لون الضف بالظبط، تقريبا هو ده لون الضف بالظبط تقريبا، والله اعلم. ادي لون الضف. نيجي برده للجزء اللي ورا نفس الكلام، نديله اعلى حاجه ونحط له الطاره دي ونبدا نديلها نفس اللون بالظبط. شفت الشكل عامل ازاي؟ ممكن كمان نعدل على المسامير بتاعتها عادي، مفيش اي مشاكل. بس انا برضو شايف ان تعديل المسامير مش قوي يعني، ولكن بما ان احنا جبنا تعديل مسامير خلينا نديلها اللون الابيض. وكذلك برضو الطاره اللي جوه او البتاع اللي جوه نديلها برضو اللون الابيض. وكذلك الامر برضو في الكاوتش اللي ورا، المسامير لون ابيض والبتاع اللي في النص لونها ابيض. واخيرا دي بس هديلها دي برضو لون الضف، بس عشان تبقى الدنيا كلها ماشيه حلوه. هنيجي على الرفرف الجنب ده نبدا بقى نحط له كده اضواء. انا بصراحه بحب الاضواء البيضاء الاخيره دي، بيبقى شكلها ممتع يا جماعه ورهيبه بالليل. الشاحنه حرفيا بتكون ماشيه منوره. انا بصراحه بعشق سواقين الشاحنات، او بعشق الشاحنات اللي هي كده معديه جنبك كده وانت قاعد في امان الله، تلاقي بقى في شاحنه كده فاهم عامله اكشن كده وحوارات جنبك، بيبقى الموضوع جامد. تحس فعلا انت معدي جنب نهار او مدينه متحركه ما تفهمش فيه بالظبط. نيجي على حرف المقبض، هنخليه على ده، والمقبض نفسه هنخليه على اخر حاجه اللي هو كروم. نيجي بقى للجزء الخلفي للشاحنه. زي ما انتم شايفين في كذا شكل ليها، انا هختار لها الشكل ده ولا ده. والله اتحيرت يا جدعان، الشكل ده ولا ده. هو الشكل ده الصراحه اسطوري كده مكمل العربيه، بس الشكل ده لا خلاص يا جماعه، احنا خلاص هنختار الشكل ده. ونيجي برده من علامه الضف من تحت نخليها ايوه كده النوع الحاجه اللي بتلمع دي. يا لهوي يا جدعان على الدلايات دي، شكلها رهيب جدا. طبيعي لازم نحط لها شبكه فوق، بس خلينا بس نتاكد كده انواع الشبكات ايه بالظبط. طب ممتاز، انا هبدا احط لها الشبكه اللي زي دي ممتازه جدا. ونبدا نحط هنا الزمرتين بالشكل ده. خلينا احط زمرتين مختلفين ونمسك الشبكه، نبدا نحط لها كده كشافات مدوره. خلينا في الكشافات المستطيله، برده شكلها لذيذ كده وتحسها شياكه كده. ونيجي برده من فوق نحط لها، لا بص اقول لك على حاجه، خلي كل الكشافات اللي فوق من النوع ده، ونبدا نحط هنا علامه التحذير دي. ايوه العلامه دي كده، خليها كده في النص عشان تقدر تنور الدنيا مع الورق، تعمل شو جامد بقى. نيجي بقى على العربيه من قدام. انا بحب ابدا من تحت لفوق. خلينا نبدا اول حاجه من تحت كده، بسم الله الرحمن الرحيم، من اول الدلايات. هنبدا نحط لها دلايات الضف. عندك كلمه ضف بس عاديه كده؟ ايوه هو ده المطلوب اثباته. نبدا نحط لها البتاع ده، شكله جامد الاكسدام ده. ونيجي برده على الاكسدام الثاني، نبدا نحط لها كده اكسدام ريو ازاي ده. شوفوا يا جماعه الاكسدامات عامله ازاي. بس الصراحه الاكسدام ده او ده، انا صراحه اتحيرت بالاثنين، بس بصراحه ده شكله شيك كده مناسب كده العربيه وهي واطيه كده لازقه في الارض، بيبقى شكله رهيب جدا.
جدا. نبدا نحط لها كده كشافات. صراحه انا بحب يا جماعه موضوع الكشافات ده جدا جدا جدا، بيخلي العربيه كده يعني فرح ماشي قدامك. عندك برضو هنا كلمه ضاف نقدر نلونها، انا في الغالب هدي لها اللون البلامبع ده كده شكله جامد. ونيجي برضو للكابينه بتاعتها هخليها برضو نفس اللون، ممكن نديها لون اسود، لا 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 خليها نفس اللون كده عشان يبقى شكلها رهيب. ونيجي هنا بقى نبدا نحط علامه الضاف، هنبدا نحط اللون ده، لو عندك لون تاني متهيألي ما عندوش لون تاني. نيجي هنا برضو نحط اللوحه بتاعتنا وهي العام ميدو عشان اللي جاي يعرف مين اللي جاي في وشه، زي ما انتم شايفين الشكل الاسطوري عامل ازاي. وهنا الشبك بقى بتاع الضاف، بصوا يا جماعه الشبك احلى شبكه دي من جوه كده تحس نفسك كده بالاحتواء، بس انا خليني اختار واحده هاديه شويه. هي اللي فوق دي متهيألي بتحط لها انوار، لا الاخيره دي يا جماعه اللي بتحط لها انوار، لا خلاص خلينا على دي، دي برضو شكلها لذيذ، بس اللي مضايقني فيها علامه الضاف الحمراء دي، بس دي هتنور اكيد يعني. خلاص هنسيبها زي ما هي مش مهم عادي. وخلينا برضو نحط لنا علامه ضاف برضو في النص كده عشان يبقى عندنا كده الموضوع كله ضاف. نبدا نحط مرايه المقدمه بالشكل ده، ونيجي برضو للسقف بتاعها. ايوه الله على ده يا جماعه، ده شكل جامد. لا 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 خلاص انا هختار الستايل ده لانه الصراحه شكله جامد، ده عجبني ده. الستايل الاخير حلو بس المشكله ان لونه مش ماشي مع لون الشاحنه بالظبط. وبالمره برضو خليني اختار الشكل العادي منها عشان برضو يبقى ماشي مع لون الشاحنه، لان انا بصراحه عايز اختار الالوان تبقى كلها متناسقه مع بعض، حتى المرايات هظبطها مع بعض. المرايه الجانبيه ما ينفعش نعدلها عادي مفيش اي مشاكل. نبدا نحط لنا كده رفرف كروم هنا كده مثلا، اتوقع رفرف الكروم ده شكله جامد. وكده تقريبا انتهينا من الضف من بره. ندخل بقى على الضف من جوه. زي ما انتم شايفين الشكل كده محترم وابن ناس. طبعا الضف يا جماعه دلوقتي هيحصل لها دمار شامل. اول حاجه نحط الجي بي اس، ده شيء اساسي، ما عندناش الا الطره دي عادي مفيش اي مشاكل. لو عندك نفس اللون اللي بره حطه، ما عندكش خلاص عادي مفيش اي مشاكل، خلاص هنسيبها زي ما هي كده من غير اي حاجه. مع ان بصراحه بحط البكره دي. زي ما انتم شايفين يا جماعه دي طبليه كده بتتحط على الضف، انا بقى هحط طبليه بالطول كده. ليه بقى يا عم ميدو؟ اقول لك ليه، عشان انا بصراحه بحب الكلاب دي كده، بحبها تكون قاعده كده تونسني وانا ماشي. وخليه بقى اروع نفسي كده، احط لي كده مجات على نظاره، بس هات لي النظاره دي. ممكن برضو نحط لنا مج، بس لا خلينا نحط المج ده هنا بس بعد اذنك. ايوه حطينا المج بتاع ضاف كده، لازم تخلي حياتك كلها ضاف ضاف. ممكن برضو نحط لنا شاحنه ضاف نفس اللي احنا سايقينها بالظبط. عندك برضو البوصله دي خلينا نحطها لها، اتوقع كده تمام كفايه زحمه كده في الكابينه. تقدر تحط لك ثلاجه شنطه بتاع الدنيا دي كلها، فخليها برضو نحطها كشكل كده. ممكن مثلا نحط لنا الشنطه المحترمه دي، شكلها شيك كده ورهيب. عندك برضو هنا ممكن مثلا نحط لنا برضو نفس الشنطه هنا، تصدق نقدر نحط لنا شنطه؟ لا حط لي بقى دفتر كده، كده ممتاز جدا. نيجي بقى لورا، نبدا بقى نحط لنا كده مخده محترمه زي دي، تخيل نفس لون الضف بالظبط، دي حاجه خطيره دي. نبدا مثلا نحط لنا برضو هنا طاقيه، مع ان انا في الحقيقه ما بحبش البس الطواقي، لان الطواقي يا جماعه لما بتكبر يعني كده ممكن تعمل لك صلاه. الحمد لله ما بلبسش طواقي. احنا حطينا على اليمين مصر، نحط هنا فلسطين، ادي كده فلسطين، بسم الله ما شاء الله يا جماعه. نيجي هنا في السقف ده نبدا نحط لنا ستاره زي دي. هي حلوه الصراحه يعني، بس انت تحس ان الضف كده خانقاك كده، بس قشطه عادي ما فيش اي مشاكل. نبدا نحط لنا كده بتاعه الكرسان كده، اتوقع امورنا تمام. في اي حاجه في السقف كده تقريبا يا شباب؟ انتهينا من تعديل الشاحنه من بره ومن جوه كده، امورنا تمام. ايوه بالظبط كده. بس بعد اذنك كده انت ليه حاطط لي البتاعه دي؟ لا انا كنت عايز دي يا باشا بعد اذنك. ايوه بس كده ظبط لي. تحياتي لاخواتنا الفلسطينيين، يا رب ينصركم يا رب، اللهم امين. وبكده اقدر اقول لك ان احنا انتهينا من تعديل الضاف. خلينا بس نشيك على الماتور ونشيك على الغيارات بس كده، ونبدا نعمل كونفيرم اوردر. وكده اقدر اقول لك احنا كده ظبطنا الشاحنه. خليني بس ننزل الشاحنه هنا عشان نخلي لون المقطوره بالظبط ماشي مع لون الشاحنه. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين الشاحنه والله شكلها خرافه جدا. واو بص يا جماعه المسامير طالعه ازاي، الله عليك يا عم ميدو، هو ده المطلوب اثباته. زي ما انتم شايفين اصلا المقطوره مش هيبقى فيها تعديلات كتير يعني، هو بس كل اللي احنا هنعمله هنبدا نحط لها نفس اللون بتاع الشاحنه بالظبط. ايوه هكذا اكتمل القمر ام لا؟ بس انا بصراحه حاسس ان هو يعني محتاج يهدى كده شويه، مثلا لو ينفع بعد اذنك كده ممكن تهدى كده شويه، او ممكن تروح تاني. ايوه انا عايزك بس تكون هادي. ايوه يعني اتوقع كده نفس اللون يعني، حاسس برده ان هو بس محتاج. ايوه بالظبط كده، هو ده المطلوب اثباته، ده اللي انا عايز اوصل له بالظبط. بسم الله ما شاء الله عليك. نيجي بعد كده بقى للكاوتشات بتاعه المقطوره، لازم نعدلها بقى. خلي بالك المقطوره دي هتشيل مولات تقيل وهتشيل جرارات وبلدوزرات، يعني لازم نهتم بيها. ولازم اعمل كده صندوق للسواق. ايوه انا عايزه بالظبط يكون نفس لون المقطوره بالظبط. انا واحد من الناس بحب ان كل حاجه تكون مظبوطه بالظبط. نبدا نحط لها اللون اب دي وكده اتوقع خلصنا خلاص. ايوه متهيألي كده خلصت خلاص. بس نيجي برده الجزء ده نبدا نحط له نفس البتاعه، وكده اقدر اقول لك امورنا طيبه و100 100 يا ريس. بس كده يا سيدي كده عدينا المقطوره، وبكده زي ما انتم شايفين عدينا الضف. واو يا جماعه الشكل خرافه الصراحه، قول لي رايكم. وادي المقطوره بتاعتها، بسم الله ما شاء الله عليك يا عم ميدو، والله يا جماعه التعديل خرافه الصراحه. الضف دي يا جماعه من اجمل العربيات اللي ممكن تعدلها. خلينا دلوقتي بقى نشغل العربيه بتاعتنا ونجربها لما صاحبنا يخلص، لانه كده لسه قدامه شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمع بقى، بص يا سيدي اسمع، سامع 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 انت الصوت والبتاع الحصان اللي بيحصل ده؟ دلوقتي بقى عايزين نحاول بقى نطلع من الازمه دي. بسم الله الرحمن الرحيم، يا مساء الحال يا رب. بسم الله بسم الله. طلعت يا باشا، الموضوع ايزي يعني، مش محتاج يعني مش محتاج. انا قلت لكم انا اصلا انا سواق درجه اولى، ما حدش مصدقني. بسم الله الرحمن الرحيم، على مالك يا قطه على مهلك، خد بص راحتك على الاخر. تحياتي لاخواتنا في الاردن، احنا دلوقتي يا جماعه في مدينه صفوي ولا صف الصفوه تقريبا حاجه زي كده يعني. فتحياتنا ومنورينا والله. ازاي يا عم ميدو احنا منورينك يعني، المفروض انت اللي منورنا.
زي ما انتوا شايفين الوحش. ايه يا اسطى بعربيتك دي خليها اتفرج. يا سلام. ممكن عايزك كده تقفل لي بس الكشافات بس كده عشان بس نشوف ولا هي اصلا مطفي. اه ده هي اصلا مطفي. بصوا يا جماعه الرعاش اللي فوق اللي شغال. وال يا جدعان على الجمدان والله حاجه خرافيه. الله ايه ايه يا اسطى ايه ايه يا اسطى انت مش شايفني؟ سواء النقل ده هيخبطني. لا والله انت سواء محترم يا اخي. صدق يا اخي انت ما عندكش دم. بعد اسبوع 28 يوم. خلصت يا اسطى ولا لسه يا اسطى؟ بالك كتير. خلصت يا اسطى. خلصت يا اخي. تعالى وريني يا زميلي. تعالى انا جاي لك اهو تقريبا. انا ماشي بالبركه. ايوه انت اللي في وشي ده. احلى منك. ايوه انت فين اصلا؟ تعالى يا اسطى اهو. ايوه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه يا اسطى انت داخل فيا ولا ايه؟ يا عم ايه يا عم العربيه بتاعتك التعبانه دي؟ شايف يا اسطى العربيه بتاعتك تعبانه انت حضرتك خمسه خايم الحسد. شايف يا اسطى العربيه بتاعتي جامده ازاي؟ شايف السكين؟ شايف الاشكال؟ ايه يا اسطى ده اشباح دي يا باشا؟ يا باشا, يا باشا عربيه فخمه. تيجي السابق فخمة. تيجي تسابق. تعال يا اسطى السابق. تعال يا اسطى بس بلاج. بص بص اوعى يالا اوعى اوعى يالا. يا سلام اللي انت عملته ده غالي. اوعى يالا. شايف الوحش يالا؟ شايف الضف يالا عامله ازاي يالا؟ بص 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 باشا اوعى يالا. دي فولفو دي فولفو. انت عارف بس انا مسكت عليك ليه؟ عشان انا بس عامل لها ست غيارات بس. يا باشا لا انا فاتح كله كله هم ستة عشان اطير. يلا يا باشا. طب يلا يا باشا يلا جاهز. انت مش ورايا ليه؟ طب مش هتمشي جنبي هنا؟ طريقته ايه يا؟ لا ده بقى وين وين قدام. بالراحه يا عم بالراحه يا عم. ايه الناس دي يا جدعان؟ ايه ده؟ ايه ده؟ قولي قولي اوف. ايه ده؟ ما تقولش يا اسطى ان في حد قدامي. طب هتطلع كابتن. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى شد بقى ورينا هتشد ازاي. اشد انت هتشوف دلوقتي ان هتشد مش طبيعيه. بص بص وراك بقى يا اسطى العربيه بترمي. وانا ليه كل عربيتي بترمي يا اسطى؟ يلا بس اركب بس اركن اركب بس يابا اركب. ايه ده يا اسطى؟ ايه ده يا اسطى اللي لبست فيه ده؟ يا اسطى ده الله يسامحك يا اسطى انا ماشي وراك. طب ما تنبه. طيب اتكلم. طب بدل ما انا شغال اوف رود كده الله يسامحك. انا نفسي افهم ليه عربيه اخرها 129 يعني. انا عايز افتح عن كده. وسع بس كده خليك ماشي زي ما انت. ها انت ايه يا اسطى ده يا اسطى؟ طب ما تزمر. طيب عرفني في حد كده قدامك. ويلا يا ولد انت بتعمل ايه؟ انا نفسي افهم. انا عايز اعدي يا اسطى. تعال بص بص يا لهوي. ايه رايك يا باشا؟ تعال تعال بص بص شوف شوف اللي حصل هيحصل دلوقتي ده. يا لهوي ايه يا معلم؟ مش شايفك ليه يا اسطى؟ انا مش شايفك ليه؟ يا لهوي. لا 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 عشان انا هطير دلوقتي بقى. ايه اوعى تخبط انا خد على هنا. يا لا انت اللي خبطت. لا اوعى لا انت استنى بس عشان العربيه مش عارف اسيطر عليها. تعدل بس انا حاسس ان انا راكب طياره. ايوه انا شفت حاجه اترفعت كده. لا اله الا الله. ايه اللي بيحصل ده يا اسطى؟ لا اله الا الله. ايه ده يا معلم؟ في ايه يا غالي؟ انت بتعمل ايه يا اسطى؟ البست مش شاحنه يا اسطى. صباح انت عادل. انا شايف انا بنط ليه؟ يا عم يا عم اعدل يا باشا اعدل يا باشا. انت رايح فين يا اسطى؟ انت بتعمل ايه يا حاج؟ الطريق هنا اهو. طلع الشارع. انا رجعت بسلامه يا باشا. لا يا جدع. تعال تعال. ايه يا حمد انا مستنيك. عاوز المشطر الرجيم. تعال استنى استنى بس عربيته. انا تقريبا مت. انا مات. انت نايم يا اسطى شكلك بتريح شويه. يا لهوي يا جدعان على الضحك. انا لسه حي يا اسطى. يا عشان فولفو قاعد تفضل ماشي تتنطط. ما تمشي يا عم بره زي الناس يا عم. يا لهوي يا جدعان الضحك يا جدعان. بص بص لا 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 شوف 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 شوف. الله يسامحك يا عم. الله يسامحك. انا ماشي براحتي. انت شايفني دوست؟ انت بتعمل ايه صحيح؟ انت بتعمل ايه يا اسطى؟ بص قدامي يا عم ده بلبس. عدي يا باشا عدي عدي. ايوه يابا
ايوه يابا البولبو يابا يا الدنيا بطلت مطر اللي بيشتغلونا دول ولا ايه؟ واحده يمين قشطه انا جاي وراك، بس انت حاول بقى تزود سرعتك شويه، اضرب شويه نايترو، ما انت اصلا عربيتك بتجري وحلوه. معيش نايترو انا، اخرها كده، انا ماشي على اخرها اصلا. انت ماشي على كام؟ ماشي 129. ازاي 129 وانا ماشي على 194؟ كيف يعني؟ كيف يعني؟ كيف يعني؟ حسدتك؟ تمام تمام. انتوا خدني معاك يا صاحبي، ممكن تاخدني معاك بعد اذنك يعني. شوف انا راكب فين يا معلم؟ اسطى انت مالكش في السواقات يا اسطى، اللي يمشي وراك يمشي. طب خلاص يا معلم عرفنا عربيتك خلاص عرفنا ايه يعني، لازم اوريك العيال الحمرا يعني لازم ايوه يابا لازم تعمل حصنة. ايوه يابا ده المقطور يا اسطى بتعمل حصان مع نفسها. كل حاجه بتعمل حصان، كل حرفيا. خلاص بقى ادخل شمال 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 شمال، نقطه التفتيش يا معلم. مش راضيه نقطه التفتيش يا كبير. انا مش هتفتش يا باشا. قلبت الشاحنه لقدام. وانا ليه صحيح، انا ايه اللي يجبرني ان انا اقف على التفتيش؟ هو انت فين؟ الله. لف يا عول وراك، شكلك اتحولت بالحادث ولا ايه؟ صح صح. انت في عندك الدنيا مفتوحه؟ يا باشا اهو انا معدي فيها، تعال تعال. تمام انا جاي من عندي. يا لهوي يا جدعان. ولا تفتيش بقى ولا بتاع. ايوه عدي بقى يا باشا، خش يا كبير، بس اهدى شويه اهدى شويه. خليت البس في العمود. انا بتخانق مع عمود يا صاحبي، حد يحل، حد يحل المشكله دي والله. مسيب انت بتعمل انت سايب الشارع كله جاي تتخانق مع العمود. يا لهوي يا جدعان، انت حالتك صعبه اقسم بالله. انت اصلا متاكد انت ماشي صح؟ مش عارف. طب روح خلاص زي ما تيجي تيجي بقى. ايه ما مش هنعدي؟ مفيش تعدية من هنا ولا ايه؟ ايه ده يا اسطى، احنا انت دخلتنا غلط ولا هو في ايه؟ المفروض البتاعة دي تفتح تقريبا؟ بتفتح يا معلم. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا شدي بقى. يا انت جاي تتنصح على مين يا معلم؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه كده، ايوه هو ده مين؟ فلنطلق يا مدير. هات يا اسطى من قدام يا اسطى، هات يا اسطى من قدام. الكاميرا يا اسطى بتخانق مع اللوحة. عارف انا الحركه دي، عارف انت متخانق مع الموتور اللي ورا. خرزت يا معلم الموتور اللي ورا حرفيا كلها تحت الرمله. ايه يا جدعان في ايه؟ مان يا ابن الذين. يا لهوي اوبا. شفت يا اسطى؟ ما بيمشيش ثلاث خطوات غير لازم يلمع، والله قانونه هو ده قانون ميدو اصلا. شفت انت الحركه يا باشا على الكاوتشين ازاي؟ يا باشا شوف زلق على العربيه، زلق على العربيه، ليه كده يا اسطى بتزلق على عربيه الناس؟ ايوه يابا، ايوه يابا انت بتفحط ولا ايه؟ لا احنا انت اهدى يا اسطى، اهدى شويه، اهدى شويه، اهدى شويه، في مشكله هنا. مفيش مجال. في حوار. مفيش مجال. تسلم اخويا. انا بجد اشكرك يعني على الدوس. انت شفت الحوادث؟ العربيات كلها ضربة انتصار ورانا، مفيش عربية سليمة. عد عد عد. تعال تعال عايزين نعدي التان كده. المفروض ناخد يمين. يمين ها؟ طب تمام. ثواني بس يا اسطى عشان اليمين عندي بفحط شوية. يا جدعان. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يعني لما نمشي هاديين كده و100 100؟ ايه اللي فيها؟ ما فيهاش حاجه، ما ينفعش. بسم الله الرحمن الرحيم، ودوس يا مدير. الحمد لله انا مسيطر. ايوه ايوه لا واضح، واضح ان انت مسيطر، واضح ان بالك هيفرق معايا، بالك هيفرق معايا. طب بص عليا وامشي. انت عملت ايه؟ انت عملت ايه؟ يا لهوي يا جدعان. لا لا العربية از فيري هارد يا بابا. ايه ده؟ يا لهوي كل ده حصان. ده انا مش شايل حاجة، أنت متخيل؟ أمال لو شايلين كان إيه اللي حصل؟ لا إله إلا الله. والله يا اسطى بص أنا دايس نص دوسة، عارف يعني نص دوسة؟ لا أيوه والله إنك كفو يا زلمة، والله إنك كفو. أيوه بقى عزيزك كده اركن شوية يا عم، روح ده أنت شكلك سواق على الله. ما ينفعش نمشي يا اسطى على طول. لا لا احنا لازم يبقى معانا حموله عشان تهدي العربيات دي. انت عايز تايتانيك يا باشا تشد ورا. ايوه ايوه ده حرفيا العربيات مش راضيه تهدى وربي. وسع على الحاله في قدام.
يا نهار اسود دخل في المقطوع. انت راح تحمل يعني يا عم؟ هو ما عندوش دم يا عم، هو جاي في وش عامل له ايه؟ بس يا اسطى حلو عربيتك بتشد، بتشد بامان. انت شكلك عاملها بالميل ولا ايه؟ والله انت شكلك عاملها بالميل. اصلا دلوقتي ماشي 195، انا ما اعرفش انت ماشي كام. احنا على فكره احنا الاثنين نفس السرعه. الله عليك. آه. والله الله عليك يا باشا، ولا فرق معايا فلك فرق ما فرقش برضو معايا. هتعدل هتعدل في عربيه بتسلم على الشمس ونازله ازاي؟ انت عملت كده ازاي؟ انت اصلا ايه اللي انت عملته ده اصلا؟ لا اله الا الله. بقول لك خلام الشياطين يا اسطى احسن ادي ما احسن صح. بص بص في المرايه وراك. ما انا شايف واحد مش عارف بيعدي ومش عارف يعدي وعايز اعدي مش معدي. كل ما ادوس يلا عربيه تعمل حصان. يا كده على ضيق. ايوه شوف يا اخي المشي حلو ازاي بالراحه. يا سلام يا سلام. طب انا ايه ذنبي؟ انا ايه ذنبي يعني؟ انا ماشي وراك بالراحه، انا ايه ذنبي اتخبط؟ اهدى تنين اهدى يا اسطى. انت راح فين يا معلم؟ استنى نمشي سوا، احنا اتفقناش نمشي سوا. يا لا يا جدع ده شرخ. بص بص زي ما انا وصل السلوم. دوس على قد ما تدوس يا برو، دوس. ايه الطريق ده يا معلم؟ ايه الطريق ده يا معلم؟ في حاجات ملاكي، في ملاكي. امشي في الصحراء شوط يا باشا ولا انت عملت ايه؟ شفت واحد طاير ورا. انا بس العربية بتفصل من كتر الاكشن اللي بيحصل لها. يا اسطى بتلاقي انا عندي الجي بي اس اللي على اليمين واقف ولا فيه؟ علق الشاشة بتاعت الجي بي اس واقف. والله يا اسطى وسع 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 وسع. يلا يلا لا تلاقي وقع تمام. بس المحقق ان ليه العربيات الصغيره دي بتقلبني؟ تلاقي نفسك طلعت فوق. لا 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 ده انا بفحط يا معلم، ده انا عايش عايش. ايوه كفو كفو. روح 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 يلا روح ما يهمكش ما تسخنيش. يلا 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 روح روح روح. انت بقول لك روح روح يا مدير. عايزك اسحب ورايا. روح ما انا ساحب وراك يعني. اسحب وراك. طب اسحب يلا ورايا. يلا يا كبير روح روح روح. اسحب في الاتوبيس. اسحب يا اسطى. انا نفسي افهم حاجه بس. انا فديت الاتوبيس ولبست في عربيه بس العربيه اختفت. بتهيألي انا لبست في عربيه ولا اتوبيس انا مش عارف والله. بس انا وقفت ليه طيب؟ يا لهوي يا جدعان. عد عد اتفضلوا يا رجاله. ممكن بس قعد اسحب ورايا لبسني بالاتوبيس. عد تعالى ورايا تعالى تعالى تعالى. لا لا ما تجيش هو هيلبس. ما لبس عاش لبس. انت بتعمل ايه؟ الله انك كفو عد عد. طب ليه تلبس فيا انا؟ ليه تلبس فيا دلوقتي؟ انا مالي يعني دلوقتي؟ واحد ماشي لسه ما مسكتش اصلا طريق. عاجبك يعني؟ اوه 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 مان اوه اوه اوه. ده 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 بص انا يا اسطى العربيه اتزحلقت. هتشوف دلوقتي. حاول حاول. بص عديتها عديتها. ايه ده؟ طب خلاص خليك على يمينك بقى. طب ماشي انا وراك بالظبط. يلا روح روح. يا لهوي يا حوالي. العربيه يا اسطى بتعمل حصان مش راضيه تحود يا اسطى. طب يا ابن حصان عاملها ايه طيب؟ لا 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 دوس وروح. شفت الحصان؟ تحسك ايه؟ يا لهوي يا جدعان. يلا بس اهدى بقى شويه. اهدى شويه اهدى شويه عشان هنشوط العربيه دي. بس كده الف مبروك. حرام حرام. سيبها يمين. اه يا اسطى يمين. يمين. يا انت عملت فيها ازاي دي؟ انت بتفحط يا غالي؟ طب ايه؟ طبحيت. ايه رايك الطبحيت؟ طب تفحط زي كده. اسطى ما فيش سرعه اعلى من كده. يعني ايه عربيه اخرها 194 يعني؟ احنا عايزين 300 400. مش لما تتحكم فيها ال 194. 194 نص بقت عامل انتظار قدام. بص يا باشا بص اتفرج يا باشا. شوف الطفحين. شوف شوف شوف. لا 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 انت اصلا ريح. انا
انا كنت هريح دلوقتي. انت فين؟ انت مالك مريح ورا كده وانت مالك مهدد كده؟ طب يا اسطى في التعويض. طب يا اسطى انت زنقني ليه؟ طيب شاط الميكروباص ما سابش الميكروباص في حاله، شاطه برضه تحويض يا اسطى. عديت بص عليا شفتك في المرايه بس ينفعك. طب سيب لي شويه عدي يا استاذ. لا يا باشا خليك زي ما انت مكمل يا باشا. يا ربي يا باشا خليك زي ما انت. يلا يا معلم اهو انا لازق فيك بالظبط. ما تهديش دوس يا مدير. بص الغرزه اللي انا هاخدها دي هتاخدها ازاي دي؟ هتاخدها ازاي؟ ازاي يعني؟ لو انت مستني ايه طيب؟ انت مستني ايه طيب؟ سلام يا جدعان. انا مش عايزك بس بص امشي وراك. ما انا بص ماشي وراك بس انا مش شايف اصلا اي حاجه يعني اللي هو ايه. امشي وراك امشي وراك تعال شمال خش في المخالف. لما نرجع بقى يا ربنا يسهل لنا بقى، ربنا يستر علينا. في فولفو جايه، في سكانيا جايه. لم يا اسطى الملاك يا اسطى دي بنت لذينه. يا لهوي فولفو جايه يا اسطى. انا قاعد افتحك اماكن يا اسطى، افتحك اماكن. الله ما عارف من غيرك كان الاماكن دي كلها مفتوحه. انت في عندك مشكله في الصداده يعني؟ بص هيخبط دلوقتي والله العظيم. اول بعد شوف يا اسطى الغرز يا اسطى، شوف يا اسطى الغرز جامد. شوف يا اسطى الغرز، شوف يا اسطى، بص بص شوف الغرزه الجامده دي. وي لا لا مش كده. كنت عايز حد من بين العربيتين. لحظه بس العربيه نقت بعد فيها، بحاول بس اخليك استوعب. اه يا باشا لازم تعدي بين العربيتين، انت بتفكر ايه؟ يلا روح يا اسطى. مفيش نص متر ما بينهم. حوادي تلبست ولا ايه؟ لا وراك امشي ورايا بس مالكش دعوه يا اسطى، انت هتشوف اكشن دلوقتي. وي بص بص يا اسطى الطريق اللي فاضي يمينة يمين يمين في عربية صغيرة جاية. انا هشيلها مفيش مجال عندي، ممكن نخش يفرود بس عادي. ودي يلا معلم روح روح روح. يا لهوي على الطريق ده، انا على فكرة ممكن اخمس فيه. ما طلعتش من على الكوبري ما طلعتش. يا اسطى لا انا اريح هنا شوية بس. يا اسطى انا كنت تعليمي اوف درفت. لا انا الدريفت بتاعي كمل يا اسطى، انا كنت على يمين الكوبري لقيت نفسي على الشمال ما اعرفش ازاي. ما تتحرك يا غالي بدل ما انزعلك. الار بي اي يرفع مش مستوعب. يا الله يا اسطى ما تقوليش ان في اوتوبيس جاي. ايه يا اسطى راح فين؟ انا شفتك طير لفوق كده، ايه راح فين بس عرفني انت راح فين؟ عندك شاحنه البس فيها وخد يمين. يلا يا اسطى مدينه بيجي يا اسطى، العيال كانوا بيلعبوا مدينه بابجي. مدينه ببجي ترحب بكم. ما تقولش ليه في حاجه شمال. وروح يا مدير. ثواني يا اسطى بس في نقطه تفتيح. بوم. هو انت بتقول لي انا ولا انت؟ عشان انا خبطت برضه. انا يا اسطى عربيتي مالها؟ ميدو ايه يا عم ابعد المطوره. كويس انت عدلتني. طب حلو بسم الله الرحمن الرحيم. تفتكر الله الله شفت العظم؟ عملت حصان قبل ما البتاع يفتح، عديت من فوق. بسم الله الرحمن الرحيم. يمين براحتك براحتك على الاخر، مش محتاجه هنا دوس، مش محتاجه هنا اي دوس. انا اصلا ده السنه وسايب. ايوه ما هي ماشيه لوحدها معايا برضه نفس الكلام كده. ما اقدرش انا ادوس يا معلم. شو شو اللي بشاور لك ده؟ اديله كده كشافين في وشه عميه. ماشي يا معلم بقول لك عدي يا زلمه عدي. بسم الله الرحمن الرحيم. من فين يا رجاله؟ من فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فين انا وراك بالظبط؟ ها تعالى يا معلم تعالى تعالى. احنا فين؟ احنا كده وصلنا. يا اسطى لا لا دي ممكن ناخد هنا لقطه مش مهم. يلا تعالى 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 دي الصحافه يا معلم. تعالى تعالى شوف 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 عربيات النفط قد ايه. احنا داخلين نعمل ايه هنا يعني؟ دي كلها عربيات نفط، احنا داخلين نعمل ايه؟ انا عارف. خش يا عم وخلاص اعمل نفسك من بن. ناخد معانا اي ويروح حاجه يعني يا مودي. بس 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 هلو ايفريوان ماي نيمز ميدو. اشترك في قناتي انت يا عم، ولو ما اشتركتش دلوقتي تخليني اشعر بالهم الهم.
الهم والغم دول بقوا اختصاصاتي، فقلت اموه عن نفسي اوريكم فيديوهاتي.